يا عبد الله إن رمضان لا يعود والعشر الأواخر إلا على الأحياء، فهل أنت وأنا منهم في العام القادم؟ لا ندري. إذن استغل هذا الموسم، أوقف وسائل التواصل التي تسرق منك رمضان والقيام وصفاء النفس، أوقفها وليكن خلوتك برب الأرض والسماوات، برب العالمين. أخلو بالله جل وعلا، فإنك قد قسى قلبك وأنت تحدث الناس. أما تقول يا رب وتعترف بذنبك وتتذكر ستر ربك ويتولد الحياء من قلبك وأنت تناجيه، تتذكر النعم التي نزلت عليك مع تقصيرك في حق الله، فيتولد عبادة تأتي بالخير وهي الحياة. إذن دعوة إلى أن نوقف نزيف الأعمار، خاصة في ليال مباركات هي خير شهر رمضان كله، إنها العشر الأواخر من رمضان، رزقني الله وإياكم فيها حسن الالتجاء إليه وقبلنا يا رب العالمين.